وش ذا؟ هدية بسيطة لأخوي. أخلص وش عندس؟ تكفى دبر لي شغل. لا يا شيخة، شايفتني الخدمة مدنية أنا؟ وأنت الحين صاير من أصحاب علية القوم. صحيح، بس هذه مجرد صدقات عابرة ومصالح متبادلة تنتهي في أي وقت. والله ما أدري وش يبون في الخشة. وشو؟ لا ولا شيء، يعني أقصد خلاص أنا طفشت من جلسة البيت، دبر لي شغل. خلاص، بس على حسب ذا الحلا، إن كان طعمه زين أبشر بعزس. سمي با. بسم الله. ها كم تعطيه تقييم؟ والله يا ابن الحلال أعطيه 7/10.8. يعني تعطيه لايك؟ أقوى لايك وسكسك رايب. أجل أبشري بالخير، بس اسمي أبيس الساعة 11 تدقين علي، تقدين تبقين كذا وتسوين حركات دراما، أوكي؟ وليش إن شاء الله؟ شايفني مهبولة؟ ما هو بمهبولة، بس سوي اللي أقولس عليه وأبشري بالخير. العب. عفو يا خوي. النشبة دايبي. يا خوي العب. دقيقة. النشبة. هلا مها. وش فيس؟ طيب بشويش عشان أفهم. يا مها أنا مشغول عند جماعة، بعدين نتفاهم بالبيت. أقولس مشغول. خلاص خلاص، إذا جيت أنت فاهم. لا تصحين أنت، لا تصحين. يلا مع السلامة. خير إن شاء الله، حسب إن شاء الله. مشاكل عائلية في البيت. الله ييسرها إن شاء الله، الله ييسرها. العب. لحظة، قاطع، سجل عليه وحش. إيش قاعد تسوي؟ إيش فيك هذه؟ ما هي بوصول اللعبة. شلون قاطع؟ لا بس طال عمرك ما كنت مركز. ما كنت مركز؟ قم مشينا أبغاك. سم. أختي يا طويل العمر متضررة اقتصاديا ونفسيا وتحتاج وظيفة. عفرة هذه السالفة بس؟ عفا عليك بس، تأمر أمر أختك وانت مثل أخوي بعد. أنا بعطيك أسماء شركات لست كاملة، تختار منها أختك اللي تبي تتوظف فيه، ومن العين هذه قبل العين هذه. بس طال عمرك ما ودنا نحرجك وكذا يعني. لا وش دعوة، أقول لك أنت أخوي وهي مثل أختي. عفا عليك بس. أجل بنت عمي خريجة علم نفس. وشو؟ أقول نلعب بلوت. اقعد سم. Thank you.